هم مستمرين في التحكم فينا ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا لكي تبقى هذه المهمة. معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأكثر من 4 عقود كان شخصية مثيرة للجدل، عرفت بتفردها في إدارة الدولة وأسلوبها غير التقليدي في السياسة الدولية. تحولت ليبيا في عهده إلى دولة ذات طابع استبدادي، حيث استغل القذافي سيطرته المطلقة على السلطة لتعزيز حكمه وتكريس نفسه كقائد للثورة الليبية. ومع ذلك أدلت اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 إلى نهاية حكمه، وهي النهاية التي جاءت بشكل عنيف وغير متوقع. شاهد كيف قتل معمر القذافي ومن قتله. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. عسكري وسياسي ليبي بنى نظام حكم غريب في البلاد سماه الجماهيرية، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وزعم أنه لا يحكم بل يقود ويتزعم، لكنه عملياً جمع كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه. تطرف في الكثير من القضايا وحاول الخروج عن المألوف حتى في قضايا متفق عليها، فدعا إلى تأسيس دولة سماها إسراطين تجمع بين فلسطين والكيان المحتل، وتخلى عن التقويمين الهجري والميلادي، واعتمد أسماء مختلفة للشهور. دخل في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو الغربية، وامتد حكمه لأكثر من 4 عقود تعرض خلالها للكثير من الأزمات. ولد معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي في 7 يونيو 1942 في مدينة سرت، وهو ينحدر من قبيلة القذاذفة، إحدى كبرى القبائل الليبية. تلقى تعليمه الأول في بلدته، وشكل أثناء دراسته الأولى مع بعض زملائه نواة لحركة ثورية متأثرة بالزعيم جمال عبد الناصر. طرد من المدرسة لنشاطاته السياسية، لكنه أكمل بعد ذلك دراسته في الأكاديمية العسكرية في بنغازي، وتخرج فيها عام 1963، وأرسل في بعثة للتدريب العسكري في بريطانيا عام 1965. كان قائداً عسكرياً قبل أن يتولى رئاسة ليبيا عقب انقلابه على الحكم الملكي السنوسي، ويحكم البلاد لحوالي 42 عاماً. كون مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1964، ولعب دوراً جوهرياً في الانقلاب على الحكم السنوسي في ليبيا، فيما أطلق عليه لاحقاً اسم ثورة الفاتح، وتم إعلان الجمهورية في ليبيا التي تحول اسمها فيما بعد إلى الجماهيرية. عرف عن القذافي ارتباطه القوي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودعواته القوية للوحدة العربية، حتى إنه كان من المتحمسين للوحدة الاندماجية. جيرانه العرب مثل مصر وتونس. هذه الحماسة ما لبثت أن خبت في مراحل لاحقة، حيث تخلى عن العمق العربي لليبيا لصالح العمق الأفريقي، حتى إنه وضع خريطة أفريقيا بدلاً عن خريطة الوطن العربي كإحدى الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا للوحدة الأفريقية كما فعل من قبل مع الدول العربية، قبل أن يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا. في عام 1976 نشر القذافي كتابه الأخضر، وجعله أيقونة لجماهيريته، وعرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة، التي اعتبرها تجاوزاً للماركسية والرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، واعتمد اللون الأخضر لوناً رسمياً في البلاد. بدأت علاقات العقيد الليبي مع الغرب بالصدام والتوتر بسبب تصريحاته ومواقفه ونشاطاته التي اعتبرتها القوى الغربية معادية لها وداعمة للإرهاب الدولي. ووصل توتر العلاقات بين الطرفين ذروته بقصف الطائرات الأمريكية مقره صيف عام 1986. في عام 1988
اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا الجماهيرية الليبية بتدبير سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الأمريكية بان أميركان فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا من نفس العام، مما أدى إلى مقتل 259 راكباً إضافة إلى 11 شخصاً من سكان لوكربي. ففرضت الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً على ليبيا عام 92، لكن العلاقات بين الطرفين توطدت كثيراً بعدما توصلت ليبيا إلى تسوية لقضية لوكربي في أغسطس آب 2003، دفعت بموجبها تعويضات بنحو 2.7 مليار دولار، وسلمت اثنين من مواطنيها المتهمين بالتفجير، هما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة للقضاء الإسكتلندي ليحاكمهما في هولندا. حكم على الأول بالمؤبد وبرئت ساحة الثاني. وفي عام 2009 تم ترحيل المقرحية إلى ليبيا بسبب مرضه. وتعززت علاقة القذافي بالغرب أكثر بعد أن فكك برنامجه النووي وسلم جميع الوثائق والمعدات والمعلومات للولايات المتحدة الأمريكية. تردد أنه قدم معطيات ومعلومات وخرائط مهمة وحساسة للأمريكيين حول البرامج النووية لعدد من الدول الإسلامية، ومنها معلومات حول ما يعرف بخلية العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان. ونتيجة لذلك رفع مجلس الأمن عام 2003 العقوبات المفروضة على ليبيا. استخف القذافي بالثورات العربية وانتقد إطاحة ثورة شعبية في تونس بالرئيس زين العابدين بن علي، وقال إن التونسيين تعجلوا الإطاحة به. وهاتف الرئيس المصري حسني مبارك أثناء الثورة المصرية وبعث له رسالة تضامن في وجه الثورة التي سرعان ما امتد لهيبها إلى ليبيا بعد أيام قليلة من سقوط مبارك. لطالما اعتبر القذافي نفسه قائد ثورة ومؤيداً للكثير من حركات التحرر، وشكت كثير من الأنظمة العربية والأفريقية من دعمه وتمويله لحركات تمرد ومحاولات انقلاب فيها، لكنه مع ذلك قمع بقوة الحديد والنار كل المعارضين لنظامه، تماماً مثل ما حدث في سجن بوسليم 1996 حين قتل أكثر من 1200 سجين رمياً بالرصاص. بعد عقود من الحكم المستبد اتهم خلاله مع أفراد عائلته بالفساد وإهدار مقدرات البلاد وكبت الحريات، انتفض الشعب الليبي في ثورة 17 فبراير 2011 مطالباً برحيل العقيد معمر القذافي وإقامة نظام ديمقراطي تعددي. وسرعان ما تحولت الثورة إلى المواجهات المسلحة بين الثوار وكتائب القذافي التي قتلت الآلاف من المدنيين، مما دفع حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء منطقة حظر جوي وشنغارات استهدفت البنية التحتية العسكرية للقذافي للحيلولة دون تنفيذ مزيد من الاعتداءات على سكان المدن الليبية المنتفضة. وفي خضم هذا النزاع رفض العقيد الليبي كل المبادرات التي دعت إلى تخليه عن الحكم وواصل تشبثه بالسلطة، متهم الثوار بالخيانة والعمالة للغرب. لقيت إحدى خطبه التهديدية الموجهة للشعب الليبي إبان الثورة شهرة واسعة، وتحولت بعض مقاطعها إلى أغنية حملة اسم زنقة زنقة، لقيت رواجاً كبيراً لدى الكثير من الشعوب. أصدرت المحكمة الجنائية بحقه في 27 يونيو 2011 مذكرة توقيف دولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وشملت المذكرة كذلك كلا من ابنه سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز استخباراته عبد الله السنوسي. في 20 أكتوبر 2011 تم القبض على معمر القذافي في مسقط رأسه بمدينة سيرت حيث كان يحاول الفرار. أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت في ذلك الوقت أن القذافي أسر حياً من قبل الثوار، ولكنه تعرض للإهانة والضرب قبل أن يقتل بطلقة نارية. جرت الواقعة وسط فوضى عارمة ولم يتضح بالضبط من أطلق النار عليه. كان مقتل القذافي لحظة مفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، حيث انتهت بذلك 4 عقود من الحكم الاستبدادي.
ولكن موته لم يكن نهاية المعاناة لليبيين، بل بداية لمرحلة جديدة من الفوضى والاقتتال الداخلي. سرعان ما دخلت ليبيا في دوامة من النزاعات بين الميليشيات المختلفة التي كانت تسعى للسيطرة على السلطة، مما أدى إلى تقسيم البلاد وفشل الجهود في تحقيق الاستقرار. يظل معمر القذافي واحداً من أكثر القادة العرب إثارة للجدل، حيث حكم بلاده بيد من حديد لأكثر من 40 عاماً قبل أن ينتهي حكمه بمقتله المأساوي. سقوط القذافي الفجوة الكبيرة بين السلطة والشعب في ليبيا، ويوضح أيضاً كيف يمكن أن تتحول الثورات الشعبية إلى مسارات معقدة وغير مستقرة، بينما ما زالت ليبيا تكافح لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من رحيله. يبقى إرث القذافي حاضراً في ذاكرتها الجماعية، سواء من خلال سياساته أو الأحداث التي أدت إلى نهايته الدراماتيكية.